بدي رحب بلوري هيطيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيك لوري. نحن ما نركز شوي على هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة بعد الكلام، وهلأ أعلن أنه الأول بير ببلوك رقم 4. هلأ أنت بتفسرينا شو هو بالتحديد، لأن عم يحكي عن في وجود كميات لكن ما لقينا في مكمن، بانتظار أنه التقرير الذي ستعلنه توتال، خاصة في الذوق أكيد هناك الأهمية الكبرى، هناك يعني في وجع في اليوم، يمكن متغير الصرخة اليوم، يعني في قهر يلي عم نسمعه هلأ على الطريق ويلي انطلق ب 17 تشرين. هيك بكلمة صغيرة قبل ما أروح لموضوع النفط معك لوري هيطيان. طبعا محقين، يعني المواطن محق ينزل على الطريق ويطالب ويسقط كل المنظومة، لأنه مش معقول اليوم يكون الدولار ب 4000، يعني حتى اللي عنده كان شوية مصاري طاروا مصرياته، فالوضع مأساوي جدا. وإجتنا الكورونا تشوية خففت من وطئ الغضب اللي كان، لأنه العالم قعدوا ببيوتهم بطلوا قادرين، وحاولت الحكومة تجمل الأمور أنه هي مسيطرة على الوضع بالكورونا وإلى ما هنالك، بس الأساس هو الاقتصاد اللي مش مسيطرة عليه أبدا. وبالتالي كل مواطن حقه اليوم ينزل على الشارع، وما بعتقد يعني اليوم لازم نفصل بين مواطن ومواطن، نقول هيدا حزبة وهيدا مش حزبة، وهيدا بحق له هيدا ما بحق له. كل المواطنين اللبنانيين اليوم تأذوا من هيدا النظام الفاشل، وعليهم ينزلوا على الطريق يطالبوا بمستقبل أفضل إن شاء الله. بالعودة إلى موضوع النفط، يعني كنت عملنا حلقات سابقة عن موضوع النفط، اعتبرنا أنه شركة توتال رح تيجي تحفر شهرين، وبعد الشهرين بتروح على قبرص بتعمل تحليلاتها وبترجع بتعطينا النتيجة إذا كان في غاز بهيدا البير يلي برقم ببلوك رقم 4. وإذ اكتشفنا نحن قبل ما تقلنا توتال أنه هيدا البير ما في غاز، اليوم الوزير شو عم بيحاول يعمل؟ هل تأخر الوزير أم لبنان أعلن مسبقا ما كان يجب أن تعلنه بعد شهرين شركة توتال؟ لا شك اليوم، يعني تنكون كتير واضحين، أنه هيدا المؤتمر الصحفي صار ردة فعل على اللي صار بالويك أند. طلع تسريبات بالويك أند، رجع بعدين طلع تصريحات بالويك أند عن أنه المكمن وعن شو مش المكمن، عن البلوك وشو البلوك فيه بالبلوك. فاستعجل الوزير يطلع لأنه لازم يطلع بيان رسمي. بعتبر اليوم يعني هيدا لا يجوز، لا يجوز أنه قطاع بهالأهمية المواطن معول عليه يكون في سلق صار للأمور واستباء للأمور، لأنه في ناس بدها تسرب لأسباب سياسية، لأنه في ناس بدها تسجل نقاط بالسياسة. ما بقى يتحمل الوضع اليوم نعمل منكفات بالسياسة، اضطر الوزير يطلع بهذه الطريقة. صار في تسريب سياسياً ليه بده يكون في تسريب؟ شو عم نعمل سكوب يعني؟ انه ما هيدا قطاع كلنا عارفين انه في مدة شهرين بده يشتغلوا، بدها تشتغل الحفارة، بعد الشهرين بيطلع مؤشرات، وبعدين عنا تحاليل شهرين، يعني لشو بدنا كنا بهيدي الطريقة يصير في بطريقة غير رسمية، بطريقة أجهزتية يمكن انه تطلع هيدي الخبرية هيك؟ بالنتيجة مش يعني خلص بقى، يعني الشيء بزهق. فاليوم طلع الوزير تيلحق حاله، يعني مبين انه بعضهم مش جاهزين يعني تيطلعوا، لانه مثل ما قال انه خلص الحفر، ايه بس بعد في جمعتين عمل على تسكير البير والى ما هنالك، فانه ما انهم جاهزين كانوا يطلعوا اليوم. طلع اليوم على راسي، خليني اكون انا ايجابيه اكثر، انا بحب دائما اكون ايجابيه مع انه الوضع ما بيتحمل، ولكن بايجابيه تقول اللي، لانه عم يوصلنا كمان انه ما فهمنا شو صار هلا عنا مع عنا شوي بسرعه وحكي كثير كلام تقني ما بعرف ايه تقلك. لا خلينا نكون ايجابيين وبكل هيك بكل حب لبلدنا. اليوم منهار تاريخي بلبنان بهذا القطاع، لاول مره بتاريخ لبنان بيصير حفر ببلوك ببير بالبحر، فهيدي الشغله لازم يعرفوها المواطنين، يعني هيك لازم يقولها الوزير، اليوم حدث تاريخي مهم جدا. النقطه الثانيه الايجابيه انه ما طلع بير فاضي،
هذا شيء كتير مهم. يعني لو طلع بيرفاضي يعني ما في شيء، كان وضع أسوأ. يعني كان على الوزير عم بيقول إنه الشركة كانت دائما عم تتواصل معهم وتقول إنه نحن عم نلاقي كميات، لكن هل هي شو يعني هذه الكمية؟ يعني ليه أغاز؟ يعني نحن كنا هذا اللي عم نحكي، لكن ليس بالكمية، ما لقوا مكمن، وبالتالي يعني ما في ريزرفوار، وبالتالي ما في يعني شيء إنه يطلع بكميات تجارية. يعني كل اللي حاول يقوله اليوم الوزير في إيجابية، نعم كان لازم يكون يعني أوقح بإيجابيته، حسيته نعم، لأنه حسيته خجول مضطرب، ما كان لازم يكون. حتى لو الأحداث سبقتنا، سبقت الوزارة، في حدث تاريخي لقينا غاز، شيء إيجابي. الحدث التاريخي شو؟ الحدث التاريخي بلش، أول مرة بنعمل حفر، بلش من شهرين هذا الحدث، أول مرة بيصير حفر بالبحر اللبناني عظيم، هيدا من شهرين، هيدا تاريخي، هيدا تاريخي طبعا. طيب. تاريخي يعني سيذكر. طيب في تاريخ لبنان الشركة عم بتقول في كميات، في لكن غاز، ما لقينا مكمن، لقينا موارد، يعني هلأ عرفنا يعني في هيدي عنا مؤشرات غاز. إيجابية طبعا، لقينا غاز، هيدي كمان شيء جديد عرفناه. نحن قبل كنا نحكي ونقول دائما، نقول لانه المنطقه عم تلاقي غاز نحن فاذا ممكن نلاقي غاز. نعم. اليوم عم بيقولوا في غاز، هل هي كميات جديره انه تستخرج وكميات انه تجاريه؟ لا يبدو الوضع هيك. نعم. ولكن كمان بدنا نكون حذرين، لانه بدنا يخلصوا النتائج، لانه نحن بدنا نمشي بالمؤسسه، فالمؤسسه انه عندنا بعد جمعتين شهرين تحليل لآخر شيء يطلع لنا التقرير المفصل الكامل لهيدا البير. كتير مهم هيدا الشيء، لأنه اليوم الجيولوجيين بالبلد مبسوطين، المواطن اللبناني هلا بيعتبر حاله ما طلع له شيء، هو متوقع أنه بده يطلع بير منتج ويصير عنا غاز شيء نستعمله للكهرباء وشيء نبيعه يمكن ونصير إغنية واللي بدك إياه. مش هيدا هو اليوم اللي صاير، ولكن هيدا ما بيعني أنه نهاية الأمر، هيدا بيعني أنه اليوم في كتير إيجابية حلوة باللي صار، إنه كل المؤشرات بتدل إنه في غاز، ولكن بدنا نشوف. هيدا البير المحل ما حفروا النقطة مش هونيك المكمن، بس قد يكون المكمن بغير مطرح، بدهم يعملوا دراستهم هالشهرين لا على أساس هيقرروا إذا بيرجعوا بيعملوا بير، بيحفروا بير تاني تيكفوا الشغل اللي بلشوه، يا بيقولوا لا وبينتقلوا لمرحلة الاستكشاف، مدة الاستكشاف الثانية اللي هي سنتين، يقرروا يحفروا بير تاني بالبلوك. بس وحدة وحدة منهم، يلا بعد شهرين منحلل إذا منعمل نفتح بير تاني بذات البلوك، ما هيك؟ أو شو قال حسب المعطيات عم بيقول، عم يحكي إنه في عنا نحن في الأربعة وفي الرقعة رقم 9، يعني إيه البلوك. هلا خلينا بالأربعة، هلا نحن بالأربعة بعد شهرين، خليكي شوي وحدة إيه؟ وحدة هيدا البير في مؤشر لكن الريزرفوار مش بقلبه، مش بقلبه. هون الشركة بتقرر تفتح بير تاني بالبلوك أو بتوقف هيدا البلوك بشكل عام وبتنتقل إلى البلوك آخر، هيدي هي النقطة مزبوط. كمان نعم. بدنا نرجع نذكر إنه فترة الاستكشاف هي 5 سنين مقسومة لقسمين، المدة الأولى 3 سنين اللي بدها تخلص بأيار 2021، بعدين بتمدد سنتين فترة الاستكشاف الثانية كمان فيها تحفر بير. يعني إذا بتقرأ العقد في بيرين لثلاث أبار بالبلوك 4 بفترة الاستكشاف، مرحلة الاستكشاف اللي هي 5 سنين. هذا اللي بدنا نفهمه. اليوم اللي صار هو نتيجة بلوك 9 بير واحد، بلوك 4 بير واحد، بلوك 4 بير واحد، بير واحد. فبالتالي مش نهاية العالم، هيدا بلوك وكان مع عارفين، يعني مش شغلة الخبراء إدارة توقعات المواطنين، أنت بتستضيفني مرة 3 أشهر 4 أشهر كل يوم، بحكي أنا بإدارة التوقعات بقول إنه في احتمال 25% 30% دايماً، وما تنتظروا يا مواطنين إنه من أول نهار يطلعنا أكبر بير بالكون مثل ما صار في دعايات عم بتقول. هاي مش شغلتي أنا، هاي شغلة الدولة. مش بعد ما تطلع النتائج منبلش نفسر للمواطنين انه في احتمال هيك واحتمال هيك. ها كانوا لازم يديروا توقعات المواطنين من قبل، تما يصير في حالة اليوم انه من المواطنين حاسين بالاحباط انه حتى هيدا كمان ما صار، وفي كمان مواطنين تانيين مبسوطين انه ما طلع شيء. هيدا بالسياسة اكيد ما حدا منه مبسوط، كل الناس، ولكن ادارة التوقعات مهمة. طيب. التواصل عبر المؤسسات، عبر الوزارة شيء أساسي، مش عبر تسريبات ولا عبر
أطراف يمكن مش معنية مباشرة إنه هي تعلو النتائج. أوكي. بريك قصير ونعود لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم من جديد في متابعة لهذه الحلقة. ضيفتي مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان. قبل متابعة الحلقة أكيد أنتقل إلى جويس من الزوق. جويس أنت صرتي على الهواء، وين رايحة؟ في نقطة قطع نعم. أخرى يبدو. نعم أنا هلأ تحديدا عند نقطة جديدة صحيح فادي، يلي هي نقطة المارشي دي بون، يعني مشينا من السويت إلى المارشي دي بون. هذا ما كنت أتحدث عنه، يحاولون إلهاء الجيش بنقطة معينة ويتوجهون إلى نقطة أخرى بشكل مفاجئ لقطع الطريق. الجيش يواكب المتظاهرين عند المسلك الشرقي، هناك محاولة لقطع الطريق لكن باءت بالفشل للمتظاهرين الذين صعدوا إلى فوق الجسر، فوق جسر المارشي دي بون. الجيش عمد إلى تفريقتهم ويتجه إلى حيث نحن هنا بالمسلك الشرقي. في المسلك الشرقي عدد من المتظاهرين كان يحاول قطع الأوتوستراد، عدد آخر يأتي من السيسويت باتجاه هذه النقطة أيضا، لكن الجيش يعني اليوم ماراثون فادي، نحن والجيش والمتظاهرين من نقطة إلى أخرى يحاولون بدون كلل ولا ملل ولا ملل أنهم يقطعوا الطريق. يحاول المتظاهرون قطع الطريق، الجيش اللبناني يحاول تفرقتهم، بينما يعني نحن نحاول تغطية الفريقين. سأنتقل إلى الجهة المقابلة. اجتمعوا، بدأوا بالتجمع، ولكن الجيش وصل. انا زلمي معطل عن اشتغل من ديك اللي خلعني، مين بيشتغلني معاك؟ مين بيشتغلني؟ مين بيشتغلني معاك؟ مين؟ انت؟ انت؟ مين؟ مرتهم؟ مرتهم؟ يعني نوبة صراحة. أحد المواطنين يلي مدوي الاحتياجات يعني يجلس على الطريق. يفترش الطريق ويسأل مين بيشغلني، حدا يشفع علي. قال عندي بنت بدي طعمية مرتي مريضة كمان، يا حيوانات. مين؟ مين؟ يعني نوبة، فينا نقول نوبة وجع، نوبة ألم. يعني الشاب بحالة نفسية ليست بجيدة، هلأ عم بيجربوا يعطوه مي، تأثر كثيرا، يطلب حرقونا من دمهم، بدي اشرب حرقونا. احنا هيك، احنا هيك. اصدقائه يحاولون معاونته للخروج من الطريق بعدما افترش الارض، ويقول انا مين بيشغلني، يصرخ امام ايضا عناصر الجيش، يطلب من المسؤولين، يعني وصفهم بأبشع العبارات، ويقول إنهم هم مسؤولون عن هذا الوضع المتردي الذي وصل إليه. أستطيع أن أرى دموع بعض. تأثرت بطبيعة الحال، تأثرت بحكي. أكيد أكيد، كلنا رح نوصل لهيدا المرحلة، ما حدا رح يصمد، إذا هيك رح نبقى كلنا رح نوصل، ما حدا فارس خيمة، كلنا واصلين لهي المرحلة. تعبنا كتير نحن ببلدنا، بلشت الثورة ورجع اجت كورونا، قتلونا على الآخر. بي ما عم يشتغل وامي ما عم تشتغل، في نحن بس بالبيت بنشتغل، نشكر الله يعني. بس الفكرة انه ليش عم ينزلوا اخواتنا بوجهنا؟ نحن انا امي من عكر وكل قرايبيننا بالجيش، عيب ينزلوا اخواتنا بوجهنا. بس انا هذا الظلمه لما شفتها على الطريق ما قدرت، وحياه الله كثير اثرنا، يعني بعتبره مثل بيي من عمر البابا.
وبس عن جد مرسي كتير. نحن نحترم دموع المشاهدين، دموع المتظاهرين فادي. هناك حالات يرثى لها في لبنان، ناس ما معها تاكل، ناس ما بقى قادرة تعيش. يعني ما بعرف اليوم تحديدا صادفنا اكثر من حاله بصفوف المتظاهرين. هالصبيه يلي هلا حكيتنا من شوي، امها وبيها بلا شغل، هن عم بيعيلون، وطبعا هن بنص معاش او بربع معاش. احد المتظاهرين يقول انا ابني له 5 ايام بلا اكل. في ناس موجوعه، في ناس الفقر يعني يعيثوا خرابا بهذا البلد، يعيثوا الما بالمواطنين اللبنانيين. لست أعلم أي مسؤول يشاهد الام تي في بهذه الأثناء أو يشاهد هذه الصرخة. الفتاة هالصبية اللي حكيت معنا هي عم بتقول والدتها من عكار. عكار معروفة قديش أبناء الجيش، يعني في كتير بالجيش اللبناني من منطقة عكار. هي تقول ليش عم بتحطونا بمواجهة مع أخوتنا وأقربائي، قرايبينا هون لهالبنت، قرايبينا بصفوف الجيش اللبناني. المشكلة ليست بين الشعب والجيش، المشكلة بين الشعب يتألم فقير، ومنهم عناصر الجيش كمان اليوم. طبعا هم ليسوا بغرباء عن المواطنين، بالعكس هن بصلب المجتمع اللبناني، وهن بصلب الألم يلي عم بيعيشوا المواطنين اللبنانيين اليوم. ولكن هن اليوم يقولون انه اذا قطع السير ايضا بهيدي الأثناء. جويس، في حدا عم يطلب رقم شاب ليساعده من الشباب. قطعت الطريق بهيدي الأثناء فادي على المسلك الشرقي. عم نرجع مجددا، نحن جينا بالاتجاه العكسي. هلا صرنا من بيروت لجوني، رجعنا جينا من المارشي دي بون لقدام سي سويت تقريبا. رجعت قطع الطريق، المسلك الشرقي قطع في هذه الأثناء، وعم بيقولوا وقفوا السيارات. عم يطلبوا من المتظاهرين ينزلوا من سياراتهم. شو عم تطلبي منهم؟ عم بسألها إذا جاعت، قالت لي مثلك، قالت لي أنا طفيت السيارة واقفة معكم. خلينا نحكيها، نحكيكي تكي بليز. لا، إذا هالسيدة خلينا نصورها شوي. هي يلي طلبت منا، سألتها إحدى المتظاهرات جعتي؟ قالت لها مثلك، وأنا طفيت السيارة. أنا طفيت السيارة بلا تسبسب شباب، طفيت السيارة وبقيت إذا بالشارع معكم. الوجع واحد والألم واحد، أقفلت الطريق. رح نشوف الجيش كيف سيتعامل مع هذا الوضع. الآن الأوامر واضحة لا لقطع الطرقات. قطع بالاتجاهين فادي، المسلك الغربي مقطوع من جوني باتجاه بيروت، والمسلك الشرقي من بيروت باتجاه جوني أيضا مقطوع. يعني الآن الطريقان غير سالكين بهيدي الأثناء. يبدو الجيش نعم، هناك فرق من الجيش وصلت في هذه الأثناء، دعم، فرق دعم من الجيش من سي سويت باتجاه النقطة اللي نحن فيها. يعني نحن كتير قراب. توجه الجيش بهيدي الأثناء. عم نرجع نشوف في بعض السيارات عم تطلق الزمامير وتخترق المتظاهرين وتكمل طريقها من بيروت باتجاه جوني. الجيش بهذه الأثناء يبعد المتظاهرين. رح ننتقل على الميل الأخرى لعندهم. لا أنا بدي، نعم، إذا سننتقل إلى الجهة المقابلة. الجيش يعني صراحة فادي ما عم نلحق من أي جهة. صحيح. بدنا ننقلكم الصورة. الجيش أيضا يتوجه إلى المقلب الآخر، إلى المسلك الشرقي والغربي. موجود الجيش هلأ عم يتوجه إلى الشرقي لأنه العدد الأكبر منه موجود هون بالمسلك الغربي. نرى كيف أن الجيش يطلب من المواطنين التراجع إلى جانب الطريق، إلى جوانب الطريق، إلى الجانبين اليمين واليسار، تحديدا إلى اليمين لأنه نحن صرنا بالمسلك الغربي. يطلب منهم بكل هدوء حتى الساعة التوجه إلى جوانب الطريق. نعم، إذن الجيش يعمل على تفرقة المتظاهرين بالاتجاهين. عم نشوف في تدافع
في تدافع بالجهة المقابلة بين الجيش والمتظاهرين يطلب منهم العودة. خلينا نوقف بالنص أنا برأيي لنقدر نلقط المسلكين. إذن الجيش يعمد إلى تفرقة متظاهرين ويعيدهم من جديد إلى نقطة واحدة. يعني التكتيك فادي إنه الجيش هدفه أن يتجمع المتظاهرون بنقطة واحدة. أما ما يفعله المتظاهرون ومنعهم طبعا من قطع الطريق، أما ما يفعله المتظاهرون فهو إلهاء الجيش بنقطة معينة والعودة بشكل مفاجئ إلى نقطة أخرى للمحاولة مجددا قطع الطريق. عندك عم يسألوك المتظاهرين إذا أنت جوعان ولا لا، مثلهم عم يطلبوا تنزلوا. شو بتقول؟ جوعان، هذا وضع مش منيح. قرب 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 معروف. تفضلي تفضلي. هون وطن، واقفين هون وطن. يعني معلش بدي أقول فادي إنه ما بعرف ليش الضابط المسؤول عم بيطلب منا، صحيح بفهم يطلب منا إنه نحن نزيح على جنب كرمال نفتح الطريق، بس يعني يقول انه نحن عم نسكرها، هيدا شيء اظن انه غير مقبول. انا بس عم حاول استطلع اراء الناس وعم نعمل شغلنا اكيد. كما يعني طبعا تحيه للجيش الذي اليوم كمان هو مطلوب منه يقوم بعمله. ايضا المتظاهرون ايضا هم يقولون انه جاعوا ونزلوا على الطريق، كل حدا حقه يتصرف بمثل ما هو بيرتقي طالما هو ضمن اطر القواعد المسموح بها. على أي حال عدنا مجددا إلى مشهد شبيه بالمشهد الهادئ نوعا ما. سلسلة بشرية للجيش اللبناني تحكم التوق الآن على المتظاهرين مجددا، ومحاولات بشكل دائم ودائم ودائم بقطع الطريق مجددا كل ما سنحت لهم الظروف بذلك. طيب جويس، أنا رح أبقى معك بالصورة هلأ. بهيدي الأثناء المسلكين فتحوا، يعني مثل التكتيك اللي أنت عم تحكي عنه، المتظاهرين عم بيحاولوا يلهوا القوى الأمنية في نقطة ويقطعون الطريق في نقطة أخرى. رح ضل معك بالصورة. خلينا نرجع نكفي الحلقة مع لوري هيتايان. كنا عم نحكي موضوع نفط، بس ليك الصرخات اليوم في صرخات موجعة اليوم. كل الناس اليوم يعني الغلا والدولار والبطالة تطال الجميع اليوم، يعني بطل حدا عنده حجة يقول انه انا ما خصني. طبعا يعني بطل في انه الغلا ما بيعنينا او شيء. حتى الطبقة الميسورة المرتاحة هلا صارت انه مش عم فيها، انه بتروح على السوبر ماركت بتفكر 100 مرة اذا بتشتري بضاعة او لا، يعني شو ما كان. يعني مش طبيعي اللي عم بيصير بين الفوضى والفلتين، لانه ما حدا عم بيراقب اسعار ومش ما حدا قادر يعمل شيء، بين انه بدك تفهم هدول اصحاب المحلات انه هن كمان عم بدهم بحاجه لمصاري لانه هن مواطنين كمان عم بيجوعوا. في مشكله كثير 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 كبيره بالبلد. يعني بس يعني في مشكله كبيره بالبلد، بس يعني السلطه السياسيه مستقيله اليوم من مهامة. معلش يعني وين حماية المستهلك؟ على أي أساس السوبر ماركت والتجار عم بيسعروا؟ على أي دولار؟ يعني على 4000، على 5000، على 8000؟ بيقولوا لك إنه نحن اقتصاد حر، اقتصاد حر لا شك، لكن ما في ضوابط. يعني مين قديش عم بيكون في طمع، قديش عم بيكون في سرقة؟ يعني الناس عم تحكي، هودي الناس يلي نزلوا على الشارع من امبارح حتى اليوم، شو نزلوا يقولوا؟ مش نزلوا يقولوا هيدا الموضوع؟ حقهم. وانا يعني انا بتمنى على قيادة الجيش انه ما توقف بوج الشعب، لانه كلنا واحد اليوم بالمصيبة. كلنا اللي عنده مصاري بالبنك صار كأنه ما عنده مصاري بالبنك، اللي ما عنده مصاري، كلنا عم نعاني من ذات المشاكل. كلنا واحد قدام المشكل، وكلنا واحد قدام مشكل ومعروف مين سبب المشكل. لازم تبلش بقى توقع الرؤوس واحدة ورا الثانية. ما حدا بريء.
كلهم الرؤوس اللي عم تحكي عنها. معلش هلا بعدنا شوي عن موضوع النفط، وكمان الوزير غجر عم يتطرق لموضوع من خلال اسئله بعض الصحفيين، قصه المزوت المزور المغشوش، ما بدي اقول مزور، المغشوش، يعني الناس عم تموت من الجوع وبعدنا نحن رايحين بقصص فساد. طب وين القضاء؟ ما ماشي الفساد سيستم، ماشي الفساد ماشي، لأنه جزء من السيستام هيدا اللي عم بيحاول المواطن يقول إنه خلاص ما بقى فينا عليه. أساساً السيستام عم ينهار، هو بين يعني هلأ عم يحتضر، صرنا بالآخر. السؤال الكبير مين رح يستلم بعدين؟ هون سؤال كتير كبير اللي عم يخلي كمان بعض العالم خايفة على البعدين. ولكن إنه إيه الفساد مستمر، إيه خلاص بقى نخلص بقى من قصة هاي سوناتراك وهالعقد، مئة مرة صرنا قايلين وينه هالعقد خلينا نشوفه. دايما بيقولولنا ايه ما هيدي من دولة لدولة، بعد شوي بنشوف انه في ميدل مان تجار هن بيشتروا هن بيبيعوا، ما عم نفهم شيء. بيجي المغشوش ما بنعرف شيء، حدا بيقول لي قعدت الباخرة لانه تحت الشمس مدري شو عملت، حدا بيقول لا بيرو فيريتاس تبع دبي مدري تبع مالطا قالت شيء، تبع دبي قالت شيء، تبع منشآت قال شيء، شو هيدا؟ وهي اول مرة اللي انت بتسمع بهيدا الفيول المغشوش؟ اكيد لا، لا كل فترة بيجينا الوزير عم بيشيل ايده. ما انا هيك فهمت، انا هيك بقول انه انا كنت بوزارة الطاقة لكن ما كان هيدا الملف انه انا كنت عم تابعه. طب ما انت هلا وزير، انت هلا وزير صار فيك الطالب وتقول لهم تعوا تعطوني تحقيقات، مش انا مواطنة عم بقول للمسؤول عطيني وما بيعطيني. انت وزير لك صلاحية تكشف كل شيء، عم يخلص العقد خلصونا شو هو هذا العقد تنفهم شو هو، تنفهم ليه عم يجي فيول مغشوش. يمكن لانه طالبين نحن بالمواصفات عطونا اسوأ نوع لانه بدنا ارخص نوع لانه مش قادرين نهدي، لانه كل سنة عنا مليار و 200 مليون دولار عجز بيكونوا عم بيبعثوا لنا حسب المصريات يعني اللي عم ندفع لها. لا تانكة البنزين عم ترخص ولا تانكة المازوت عم ترخص، شو عملوا؟ ثبتوا سعر البنزين، شو عملوا؟ وعم بيجيبوا لنا اضرب بنزين واضرب مازوت، شو عملوا؟ ثبتوا سعر البنزين، كانوا بالقليل لو ما ثبتوا سعر البنزين كان بالقليل شوي المواطنين انبسطوا منهم انه يي نزل سعر البنزين لانه قشط السعر من 50 دولار لبرميل النفط ل 20 دولار، حتى هيدي ما نجحوا فيها، قاموا ثبتوا على اساس انه بدهم يقدروا يدخلوا محاصيل اكثر للدوله، قام صار كورونا بطل حدا يستعمل البنزين اساسا، وشوف شو صار. يعني ما في رؤيه لانه ناخذ هلا 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 بدنا مصاري بسرعه، يلا شو ما كان على حساب المواطن على حساب المدري مين، مهم يلا شورت تيرم انه عم بيحاولوا يعالجوا مأساة مش عم يعرفوا يعالجوها. منيح اجتهم كورونا من الله تانه هلا يعملوا بطولات على ظهر الكورونا انه هن انه حكومه قبضايه بوجه الكورونا، اختصاص كورونا طلعوا. يعني بعتذر عم كون شوي هيك انه بحرقه لانه مش طبيعي اللي عم بيصير. يعني نحن ناس يا فادي مقررين نبقى بالبلد مش هيك، وعملنا كل خطتنا واشتغلنا وجمعنا مصاري وعملنا كل شيء انه نبقى بهالبلد، صرنا نحكي يعني مني وجر نزلنا على الانتخابات وما انتخبناهم، عملنا كل شيء كمواطنين صالحين طيب اولادنا بهالبلد، ما نترك البلد لا ما بعرف لمين. اخر شيء شو صار فينا؟ اكلنا الضرب مثل كل اللبنانيين من وراء هيك نظام فاشل. ففي حرقه عند الجميع، خلص كلنا مواطنين هلا بدوله مفلسه، ما بنعرف شو بكره اذا فينا نطعمي اولادنا، ما بنعرف اذا بكره بدنا. طب انت كنت بالثوره بدنا والمدرسه مش اجى هلا القسط، وصلنا نحن ندفعوا القسط، نحن ندفعوا للقسط، كلنا بمأساة اجتماعية. مين في يدفع قصته اليوم؟ قصة أولاده مين؟ هذا السؤال. ما كلنا مش هي كلها دائرة العالم كمان عم تشتغل، يعني إذا نحن ما دفعنا المدارس ما رح تدفع للأساتذة. مزبوط خلص شو وصلنا للقعر، خلصنا. يعني مش نحن عم نقولها، كل الناس نحن عم ننقل عن الناس ونحن عايشين بهذا الموضوع. طيب أنت كنت بالثورة ما هيك؟ نعم. طيب اليوم في اتهام بالثورة هي يلي أوصلت البلد لها، لا. لأن احنا تراجعت الحركة الاقتصادية والصناعية وكل شيء والتصدير ومدري شو اللي بدك إياه من 17 تشرين حتى اليوم، وهذه الثورة
هي الثورة والناس يلي بتتهم، وهذه الثورة هي التي أوصلت هذه الحكومة يلي هودي الناس يلي اليوم عم بي مش عم يتهموا إنه ما عملت شيء. لا، مش أول شيء الثورة نزلت لأنه الوضع كان مأساوي، لأنه كل الخبر الشباب اللي هلأ عم يطلعوا على التلفزيونات ويحكونا بالوقاية، هؤلاء خبر الشباب كانوا من وراء الكواليس، ما كان حدا يطلعهم قبل على التلفزيون، كانوا عم يحكوا يقولوا وضع مأساوي عم ننهار إلى ما هنالك بالأرقام والدلائل، ما كان حدا يرد عليهم. نزلوا الشباب لأنه وضع مأساوي كنا بدنا نخلص منه. هذه الثورة مش هي جابت الحكومة، اللي جاب الحكومة معروف مين جابها للحكومة، ومن الجهتين اللي هلأ مسيطر على الحكومة واللي براطح الحكومة، هن اتنيناتهم كان من مصلحتهم تجي هيك نوع من الحكومة. من الآخر الثورة عملت شغلة انه خلت العالم ما بقى تخاف، يعني خلت العالم تحكي كل شيء وما بقى مقموعة خايفة من هالجهة ومن هالجهة، وتركت الناس تنزل على الطريق، واليوم مستمرة الثورة. هيدي اللي عم نشوفها اليوم، انطلاقة جديدة أم فشة خلق أم مسيسة؟ لأن شفنا من يومين توجيه، يعني قبل الجلسة الشهيرة يلي عمل فيها حملة الرئيس حسان دياب على حاكم مصرف لبنان، شفنا هجوم على المصارف. يعني ما ننفرق، في شيء بالسياسة وفي شيء بردة الفعل الصادقة أو شو؟ يعني الناس عم تضيع والثورة عم تضيع وما منعرف مين. لا، الناس ما خاصة بكل هالتقسيمات، الشعب العادي المواطن العادي ما خاصه بكل هالتقسيمات. هيدي التقسيمات هي لعبة بين السلطة بين بعضهم، هن اللي بعد ما قدرت الثورة تشيلهم لأنه هن بعضهم موجودين، يعني هاو الناس الأطراف بعدها موجودة. شي بده يحافظ على نظام هو بيعتبره أنه هيدا النظام الاقتصادي الاجتماعي اللي بيمشي بلبنان، في ناس بدها تغير بهيدا النظام، هن عم يتخانقوا بين بعضهم هيك. الشعب بغير عالم، الشعب همه إذا راح على السوبر ماركت رح فيه يشتري غراض أو لا، الشعب همه إذا هلأ فات على المستشفى مش قادر يحط مصاري لأنه مش قادر يطلع مصاري تيفوت على المستشفى، الشعب همه إذا أولاده رح يكفوا بالمدرسة إذا قادر يدفعلهم. أنا همي هلأ لو أنا ابني بالترمينال، همي طعم الأولاد هلأ، مش إنه همي ابني إذا بيقطع الترمينال أو لا، ما بده يروح على الجامعة، ما بده يكفي حياته، شو بده يوقف حياته كرمال كم حزب وكم شخص هون متعطشين للسلطة، ما بقى عم يعرفوا يتركوا السلطة، ما فرطوها للسلطة، شو بعد بدكم متكمشين فيها؟ بس لأنه المشكلة ما في بديل للصراحة. كيف ما في بديل؟ في حركة شعبية، في حركة شعبية قوية، ولكن هاي الحركة الشعبية من الثورة ما قدرت تخلق قيادات، وهلأ في مشكلة. يعني أخطأت في تكتيكها أو لا، في استراتيجيتها أو شو؟ ما أخطأت هي، لأنه عم بتحاول يعني بعدها. طب ليش حتى اليوم نحن ب17 تشرين بعدنا لحديث اليوم عم بتحاول الثورة فيما بينها أنه تخلق نواة ناس قيادات تحكي باسمها تترشح باسمها؟ ليش هيدا الفصل القاسي القوي الذي يؤثر سلبا يمكن على مستقبل هذه الثورة؟ حلو سؤالك. ما أنا بالنسبة إلي ثورة لازم يكون عندها قيادة، لأنه نحن بالنتيجة اللي ضد هيدا النظام عم بيحاول أنه يستولي أو يسترجع السلطة ضد النظام. أي نظام؟ هيدا النظام الطائفي الفاشل الفاسد اللي بدك يسميه اللي بدك، هيدا اللي صارنا 30 سنة عايشينه، خلص طائف، انتهينا طائف، خلص. شو بعد؟ شوفي خلص بقى، خلصونا بقى، بدنا دولة ما خاصة بالطوائف وما خاصة بكل هدول. لا، طائف شي وطوائف شي، ما تخلطي لي بالمعنى اللي بنفهمه نحن. ايه بالمحنة نفهم. شو بدي انا؟ شو جايبت لي هالطايفة انا مثلا؟ انا اقليات، شو جايبت لي هالطايفة؟ عشو؟ هلا عملوا لجنة واخيرا عملوا قانون هيئة مكافحة الفساد، مش هيك؟ ايه ست اعضاء بدهم يتقاسمون ست طوائف كبيرة. شو يعني اذا انا كنت ملكة مكافحة الفساد؟ ما بيطلع لي فوت على الهيئة. خبراء شو جايبت لي الطايفة؟ وناس قانونيين عم يشتغلوا على هيدا الموضوع وبتطلعوا بيقدموا على هيدي اللجنة. اللي عم بقوله انه البلد خلص طوائف، خلصنا استغلال الطائفة بالسياسة، بس بدنا موديل جديد. ما هي بدنا موديل جديد اللي هو خالي عن كل هيدا الشيء. بس مش كل الثورة عندها هيدا المنطق يلي انت عم تحكي فيه، صح؟
ما بعرف انا هلا ما بدي احكي الثوره ومنطقه للثوره، انا عنصر صغير بالثوره، ما ولا قياده ولا نشي، انا بحكي عن كيف بتفاعل مع الاحداث وكيف بنزل وكيف بشوف لبنان لالي لقدام. خلص بقى طايف اتفاق الطائف خلصنا منه، الناس اللي عملوا اتفاق الطائف خلصنا منه، بدنا نروح على بلد مثل العالم والناس كل المواطنين سواسية، كلهم عندهم حقوق، اذا فتت على المستشفى حتى لو فقير او ملياردير عندي ذات الحقوق، بيطلع لي ذات الاوضه، بيطلع لي ذات الاتفاق هو يلي منعنا او الممارسات السياسيين هي هن يلي منعين. كم مشروع تقدم بهذا الاطار وسقط بسبب السياسيين وضمن اتفاق الطائف؟ ليش عم مشكلة السياسيين كيف شو استغلوا السياسيين؟ استغلوا الطائف والانتربريتاسيون على الطائف. شو على شو خايف من الطائف؟ شو متالته؟ ما الارقام واضحه، ما بيهمني انا متالته مخامسه مدري شو هي، انا بيهمني انه في مواطن مسؤول قدام المؤسسات، والمؤسسات وحده اللي هي بتحكم بالعداله وبالعدل. شو بدي انا؟ لا بدي طايفتي تحميني ولا طايفتي تعطيني مركز ولا تعمل لي شيء. تقعد بالطائفه بالكنيسه وبالجامع وخلصنا بقى، خلصنا. طبيعي هيدا الشيء. ثلاثه افساريو مسيحية سنة اسلام، طب انا ما بدي، انا بدي وحدة للارمن كمان جيبوا لي اياها. شو هالحكي هيدا؟ انه عم خلص المواطن اللبناني عنوان يعني دفع ثمن خلص، عرفت انه ما بقى في اصلا بدنا اف اس ار يو بدنا هلا نحن هلا وقتها يعني ما بعرف الين انت هيدا دومينك بزين، نحن عم نحكي نفط وغاز شوف نحن اللي بدنا اياه انه يكون عندنا محطات كهرباء. وينهم محطات الكهرباء؟ بدنا محطات كهرباء يكونوا على الغاز. ليه على الغاز؟ لانه الكره الارضيه كلها من نقله بتستعمل غاز ونقله بتستعمل الطاقه البديله للكهرباء، لانه هيدا الانظف واللي اخره هو احسن للبيئه والى ما هنالك. نحن بعدنا على هالفيول اويل اللي كمان عم بيجيبوا لنا اياه مضروب، يعني بكعب الدست، عرفت يعني بيشيلوا لنا اياه من كعب الستورج وبيجيبوا لنا هيدا البقايا. فبحاجه لمحطات، بدنا محطات كهرباء وعلى طيب اساس ما بدنا اصلاح بالكهرباء قبل ما نبلش. كيف بنجيب طيب نحن الكهرباء عم تكلفنا مليارين دولار بالسنه، ولحديت هلا كل الاصلاحات اللي مطلوبه على هذا الصعيد انه نوقف هذا الهدر، نعمل نشكل اداره، نشكل هيئه ناظمه، نشكل نخلص من هذا الهدر. شو بتقولي لي غاز ومحطات تغويز؟ لا شوف، هي لانه الغاز هو الاساس انه تنخفف من مشكل واحد اللي هو كلفه الفيول. عندنا غير مشاكل بالكهرباء بس وحده منهم هالغاز. هلا عسة الافسار صرنا كلنا بنعرف انه بلشنا بمحطه، صرنا محطه ثانيه، صرنا محطه ثالثه لاسباب طائفيه، الثانيه والثالثه. وقت تقول لهم يعني بس مش هن عم ياخذوا يتغطوا بالطائفه تيقول انه الزعيم لا بالفلاني يلي ينتمي الى طائفه صار عنده واحد انا لازم يكون عندي. ليش هيدي الطائفه عم تستفيد من فساد وهدر السياسيين؟ ام هن بالذات يعني عم يتغطوا بالطائفه؟ ما دخل الطائفه، لا دخل الارمن ولا دخل المسيحيه ولا السنه ولا الشيعة. بس انا بقول لك وقت تقله للمواطن هودي اللي نزلوا على الشارع كل من كل الطوائف. بس عم اقول لك مثلا وقتها بيقول لك والفاسدين من كل الطوائف ليه بدنا وقتها تقول لك هيدي الثالث محطه ما بدي اياها، دغري بيقوم المسيحي بيقول ليش ما اذا الثانيه خليتوها اتركوا لي الثالثه، ليش هن نحن بدنا نكون دائما يعني المنطق خلص صار تعشعش هذا المنطق انه السياسه والطائفه والحقوق كله مع بعضهم. مهم بدنا نرجع على البلوك 4 والغاز. رجعينا على بلوك 4 طيب بانتظار انه يصير عنا لانه ما كنا عيبة نحكي بهذا الموضوع يعني. ايه لا تحرك الشارع بس ايه ما طبعا بفهم يعني. فبتمنى على الثوار كلهم يرجعوا ينزلوا، مش ثوار، مواطن لبناني ما بقصد ثوار او مش كل الناس عم كل المواطنين كل المواطنين لازم ينزلوا. كل الناس نسيت يعني تركت شغلها وصارت تقبض ربع معاش وتفوت على السوبر ماركت ما تعرف شو بدها تشتري على قد ما في غلا وما في مراقبه ما في شيء تعرف يعني. وبعد الفساد مستشري وبعد القوى السياسيه ما عم بتقلنا
كيف بدها توقف الهدر بالكهرباء والهدر على المرافق الشرعية وغير الشرعية والاتصالات؟ مش عم نعرف وين رايحين. ما كل ما حدا يحاول يعمل شيء بيطلع. يعني بتتذكر وقتها الرئيس السنيورة وقتها فتحوا ملفات وقتها 11 مليار وقتها حزب الله قرر انه بده يكافح الفساد، بلش بملف اشكالي سياسي هالقد، طلعت دار الافتاء دار الافتاء قالوا هيدا خط احمر. اليوم رياض سلامه خط احمر، ما بعرف انا امتى المواطن بده يصير خط احمر بهالبلد، بس انه اذا ضلينا هيك مش واصلين يعني لمطرح انه رح نضلنا بين بعضنا عم نتشابك يعني، والسلطات هي او الضوء السياسيين يعني عم بخانقوا بعضهم. بس خلينا نرجع على بتصور المواطنين اليوم الحدث كان بموضوع النفط والغاز والتصريح اللي طلع من الوزير. بس احد المشاهدين عم يسالك على تويتر، هل نتيجه التحليلات بعد شهرين ممكن تحدد موقع المكمن او البئر يلي هو مصدر الغاز المكتشف في البلوك رقم 4؟ خلينا نرجع على التكنيك شوي ونحكي شويه نفط، بركي بنعطي شويه امل للبنانيين انه بعد شهرين ممكن نعرف انه في عنا امل في مكان. بتعرف انا بحب شوفه لقطاع النفط والغاز بالمستقبل الحلو تبع لبنان، وما بحب شوفه بالحاضر. من هلا يعني تيسير يمكن يكون صار عندنا يعني تغيير. طيب انه لاستعمال يعني للمستقبل يساعد الاقتصاد اللي بده يكون اقتصاد منتج، اقتصاد غير هذا الاقتصاد الريعي. اللي هلا بدنا اللي لنرجع على الموضوع اللي عرفناه انه في غاز، يعني هاي بادرة خير للبلوك 4 وبعدين لبقيه البلوكات. اللي الدراسه بدنا ننطر الدراسات كلها، اللي قلنا حسب الدراسات اللي بتعملها التحاليل الزياده يمكن تقرر شركه توتال انه تحفر بير ثاني قبل ما تخلص مده الاستكشاف الاولى اللي هي 3 سنين، وبعدين اذا كفت بسنتين. هي ليست ملزمه او شو؟ لا حسب مشروطة بتاع. لأنه هي اسمها بشرط أنه إذا بتلاقي في حاجة أنه ترجع تكفي تحفر بير، مثلا عم بيقول الوزير يمكن 100 كيلومتر أو شي محل موجود المكمن. سو هيدا كله بحاجة لدراسة نشوف إذا بحسوا أنه يعني بدهم. هون الشركة هي التي تختار طبعا أنه ترجع تحفر بير آخر بالبلوك رقم 4 أو بتوقف وبتطم هيدا البلوك بتم صح. البير بتسكر البير بتسكرت البير ايه. بس عم هلا هي بتقرر بعد شهرين بترجع تفتح بير تاني بالبلوك رقم 4 او لا ايه؟ وبتنهي مزبوط صح حسب الدراسة. حسب الدراسة اذا ما في كميات تجارية ما في داعي تكفي شغل. فلانه هي الاساس لو بتلاقي كميات تجارية، يعني لو كان في شيء ريزرفوار كانت وقتها قررت انه ايه بدي كفي. يعني الكميات التجاريه بتحطم عليهم حتى كان انه يعملوا تقييم اضافي للبير ويعملوا خطه استكشاف وتطوير، خطه تطوير وانتاج وبنى تحتيه وخطه تسويق. وبالتالي كانت رحنا على غير مرحله. هلا بدنا ننطر تيطلع التقرير، بيطلع التقرير وعلى اساس التقرير بنعرف كل شيء، على اساس التقرير بنعرف كل شيء. ومثل ما سمعنا من الوزير كمان انه تاكيد انه بعد ما سمع ولا ما طلع ولا تصريح من توتال او ما طلع لهم ولا معلومات لتوتال انه بتقول انه ما بدها تحفر ببلوك 9، وبالتالي الشغل ماشي على بلوك 9. هلا عم بيقول الوزير في شغلتين بين انه الفيروس والأسعار النفط المنخفضة اللي قد تؤثر على قرار بلوك 9. هلا نحن اللي بنعرفه انه عم بينعمل هلا دراسة الأثر البيئي للبلوك 9، وهذا بيحتم بعدين يصير في لقاءات مع المجموعات بالمناطق اللي بتتأثر مباشرة او غير مباشرة بهذا الحفر بالبلوك 9. اذا تأخر هاللقاءات الكونسلتيشن يعني يمكن يتأخر موعد الحفر بالبير رقم 9، يمكن تأخر لآخر السنة أو هلا الوزير كان عم يحكي عن 2021 كان عم يحكي عن احتمال التأجيل لأن نحن دجاج تأخرنا بسبب كورونا، وما بعرف الأمور ما بعرف إذا هيك بس كان قصده. بس حضرتك هلا عم تحكي عن اجتماعات المتعلقة بالأثر يعني مزبوط يعني هيدا إذا تأخروا علما أنه بالأثر البيئي تبع بلوك 4 لأولى فتوى
لا عملوا بتتذكري؟ لا عملوا لا هيديك كانت بغير موضوع، هيديك كانت بموضوع انه وين بدهم يزتوا اذا بدك البقايا. خليني اقول لك هلا موريس متى عم يبعث لي هيداك، عم نحكي عن شركه توتال، شركه توتال لم تبلغ حتى الساعه هيئه اداره البترول رغبتها بحفر بئر اخر على البروجرام 4. مزبوط ايه بدها تعمل حضرتك تحليل. انت ايه صحيح يعني بدها تحاليل بدها شو بتقول لك. خلينا نرجع للي ما حضر باول الحلقه اليوم. اضطرت الوزاره تطلع ببيان صحفي لانه صار في تسريبات. تسريب ما كان لازم يكون في تسريبات، والى اي مدى اثرت سلبا هذه التسريبات؟ يعني مثل انه اللي راحت خطيفه بدل ما تعمل عرس ما بدها مش شايف البيز عليه كان طالع كان بده يحتفل فيها انه طيب يعني بدنا بس نروق وبس انه ناخذ الامور انه نحترم هالمؤسسات ونحترم الاعمال وما نسلق الامور سلق وما خلص بقى خلص بقى تسجيل مرك على بعضنا بالسياسه يعني هاي اللي ما حضروا اول الحلقه هلا موريس عم تسمع باخرها انه ما نسلق الامور يعني خلينا نعيش تفاصيل هالقطاع بتفاصيله بهيك نستمتع فيه. خليها تخلص هالتوتال تحاليلها ونطلع بالتحليل بالقرار النهائي وعلى اساسها بنشوف شو بدها تقرر توتال شو بدها تعمل. صرنا كلنا هلا بدنا نقرر عن توتال وشو لازم تشتغل توتال. خلينا نشوف. مهم انه في ايجابيه اليوم انه في غاز، عرفنا في غاز. بكره بعد التحاليل ببين يمكن قد ايه الكميات الصغيره الموجوده او شو لاقوا الى ما هنالك. هذا بدنا نتركه للتحليل بلا ما نحلل نحن من عنا وما عنا معطيات الا اللي بنعرفه بالاكسبيرينس. طيب. يعني اربعه نحن قديش كنا في اربع بلوكات مقررين انه نعمل استخدام عروض الأربعة والتسعة لا هلا أربعة وتسعة خلصوا أوكي إنه هذول في كونترا توتال إي إن آي نوفاتيك عندهم عقدين بس على عقدين على على بلوكين مزبوط. طب أوكي جولة التراخيص الثانية هيدي مدتها بعد بدها ثلاث سنين هي مدتها هي جولة يعني هي فترة الاستكشاف خمس سنين نعم. تتقسم على مدتين. المدة الأولى ثلاث سنين اللي مفروض تخلص يعني بأيار يمكن 2021 نعم وبعدين في فترة إضافية اللي هي سنتين اللي بموجبها بتتخلى عن 25% من البلوك ولازم تحفر بير إضافي. شو يعني بتتخلى عن 25%؟ يعني هلا البلوك قد ايه حجمه هيدا ما بعرف 2000 عم نحكي 4 أو 9 4 أو 9 ذات الشيء عندهم يعني وقتها توصل على مرحلة مدة الاستكشاف الثانية لازم تتخلى عن 25% من البلوك. الشركة اللي صالح للدولة ترجع بتردها للدولة اوكي اوكي لكن تخلق. لبنان يستثمر فقط من كل بير 25%؟ لا ما خصص فينا لا ما خصص شو معنى بس انه بترجع تسترجع اذا مدة الاستكشاف الثانية بتسترجع الدولة جزء من البلوك سو ما بتضل البلوك كله بايد الشركة نعم تفاصيل هدول هلا يعني بس لان كان في كثير ناس عم تحكي انه التكلفة مرتفعة جدا الحفر والاستخراج ومدري شو يعني في محللين كمان جيولوجيين او بيشتغلوا بقطاع البترول والغاز وغير ما هنالك بيقولوا انه الدوله ما رح تستفيد كثير من هذا القطاع. انت كمتابعه رح يكون عندنا ثوره ثروه في حال اكتشف غاز في لبنان، هل ستستفيد الدولة اللبنانية من هذا القطاع في حال وجد غاز في لبنان؟ أول شيء بدنا نشوف الكميات اللي رح تنوجد. هلا ما عم نحكي عن هذا البير اللي عم نحكي بشكل عام عم نحكي بشكل عام. الكمية أول شيء الدولة اللبنانية بحاجة قصوى للغاز للكهرباء تتخفف من الأعباء المالية للكهرباء. الشغلة الثانية إذا طلعوا كميات واستعملتهم للداخل وفي كميات للخارج وقتها بتبلش الدولة إنه تطلع مصاري وقتها تبيعهم للخارج للأسواق الخارجية. يعني هل كتير كتير بكير نحكي عن قد ايه بدها تطلع الدولة وقد ايه بدها تستفيد. هلا بدنا نقول إنه خطونا أول خطوة لأنه تعتبر إنه كشركة بدها ترد كل خسارتها لا
لا حسب العقد مش كل خسارتها بتردون، نسبة معينة من خسارتها، وفي كمان نسبة من الـ 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 الأرباح اللي بتعملها بتاخذهم الدولة، الأتاوي بتاخذهم الدولة، الضرائب بتاخذهم. طبعا كله موجود بالعقد. من وين بدنا نعرفه؟ شفت جمال انه يكون العقد معروض. لو تسوناتراك عقده كمان موجود كنا عرفنا هلا ليش عم يجينا فيول ملوث او فيول مش مطابق، كنا عرفنا مين اللي عم يجيب الفيول. هيدي عم طالبي بالمستحيل هلا. ليش؟ مش الاصلاح ببين بهيك قصص صغيره؟ خلي اليوم الوزير عم بيقول خلص الكونترا، رح يخلص الكونترا بال 2020، يعرضوا للكونترا تنفهم كل هالسنين ليش كان في وسطاء عم بيبيعوا. ناس بيقولوا وسطاء، ناس بيقول لا ما في وسطاء، هي من دوله لدوله. ناس بيرجعوا بيقولوا انه لا هلا الوزير عم بيقول هي سوناتراك حر حتى حرة. لو بتصنع يعني ما طيب يمكن هيدا نحن السيستم مش عاجبنا بدنا نغيره، ما بدنا نعرف انه نعرف كيف انه نساعد الحكومه تغير كونترياتها، يعني انه كانت مناسبتنا هالكونترايات من قبل. ما بعرف انه هلا في مجال انه الوزير يغير بهالكونترايات. احد المشاهدين، من يقرر عدد الابار الممكن حفرها في كل بلوك؟ يمكن هون الشركه العقد. وما هي المده بين حفر بين بير واخر؟ العقد العقد اللي توقع بين الشركات وبين الحكومه اللبنانيه بيقول بالبلوك 9 مده الاستكشاف الاولى بير، مده الاستكشاف الثانيه بير، يعني بيرين. نعم. ببلوك 4 بيرين مع امكانيه هذا البير ما بيقولوا له المشروط اذا شافوا انه في حاجه للبير الثالث. هذا العقد هيك بيقول، يعني نحن بنبني على اللي بيقولوا العقد. بعد الأربعة والتسعة جولة التراخيص الثانية شو رح تشمل؟ أي بلوك؟ نحن عنا تفضل. جولة التراخيص الثانية هي أي متى بتبلش وشو بتشمل؟ جولة التراخيص الثانية هي كان مفروض تكون انتهت بكانون الأول، كانون الثاني 2020. نحن مأخرين. الوزيرة ندى البستاني أجلت لنيسان، رجع وزير غجا نيسان. أي نيسان؟ 2020. هلأ يعني كان لازم تكون خلصت. رجع الوزير غجر زيحة أجلها لحزيران 2020. أنا أعتقد الشهر الجاي بعد شهر. أعتقد أنا يعني رح يصير في تأجيل آخر. بسبب شو التأجيل؟ التأجيل الأول كان أنه قيل أنه في بعض الشركات مهتمة كتير ولكنها مش جاهزة كانت وبدأوا شوية وقت فأجلوا لها لنيسان. رجع بنيسان الوزير غجر كانت انه في كورونا وفي صعوبة تواصل وفي صعوبة انه لانه في سوشيال ديستانسينج فقرر انه بده يصير في تأجيل. بهالوضع شو صار؟ انهارت اسعار النفط. رحنا التاريخ يعيد نفسه، نحن بال 2013 هيك صار فينا لاسباب سياسية، مناكفات سياسية علقوا ببعضهم. أجلنا جولة التراخيص الأولى، كان قدي سعر النفط 110، وصلنا لل 2014 15 16 كان إنه في انهيار لأسعار النفط، الشركات ما كانت بقى مهتمة، ما بقى عندها مصاري تتزتهم كيف ما كان على بروجيات، وهيك ما أجينا كتير شركات. فاليوم زيت الشيء كمان تأجل لأسباب مش فقط لأنه في شركات مهدمة، كان في وضع مأساوي بالبلد، هلأ وضع مأساوي زيادة أكثر بالبلد لأنه في إفلاس بالبلد، فلس البلد. فحتى لو ما أجلوا وإجت شركات مش حتعطينا أفرات يعني منيح، يعني شو ما عرضوا علينا المعروض مش رح يكون لصالحنا لأنه بلد مفلس أمنيا مش مفتوح، صاروخ بينزل على السيارة ما بنعرف شو صار، ما في أمان، ما في أمن، ما في اقتصاد، فلتين مين شو بده يجي؟ هاي الى اي مدى يؤثر؟ هاي ستريسك يعني شو ما بدك ريسك. طيب. قول يعني شو ما اجى مين ما اجى مش حيعرض علينا شيء بيناسبنا. انا مع تاجيل هلا، تاجيل جوله التراخيص الثانيه، منافسه مع من سنتين كنت محمسه انه ايه برافو منيح يلا حمسنا على جوله التراخيص الثانيه لانه بدنا ننافس، كنا المنطقه وين بدنا ننافس، فتنا هلا بتونيل له اول ما له اخر، صرنا برات المنافسه، صرنا هلا يا دوب نخلص من هدول بلوك 4 و9 وان شاء الله ان شاء الله يطلع. ليش عم نعتبر برات المنافسه اذا كان عندنا نحن قطاع واعد؟
ما بعرف بعدنا عم نحكي قطاع واعي. نحن إيه عندنا 9 بلوكات يعني أنا مني فقد الأمل بالقطاع يعني هلأ بلشنا. كنت متفائلة بالريبورتاج مع نخلع دايما أنا بعدني متفائلة يعني اليوم عم قلك أنه اليوم كان لازم يطلع الوزير يخبرنا عن أنه إنجاز لبنان لأول مرة ما يطلع بطريقة أنه مفقوس بالعربي المدب رايحة خطيفة هلا كل السيدات طيب. كل جمعيات السيدات رح يزعلوا مني هلا إلى أي مدى النتيجة الأولية اليوم بحفر بير 4 طلع أنه مش معروف حتى الآن أنه ما فيها مكمن فيها بعض الكمية فيها غاز هيدي إلى أي مدى تؤثر على جولة التراخيص الأولى نحن ناطرين بعد شهرين أوكي رح تقلنا توتال إذا عندنا مكمن رح نروح على بير تاني إيه أو لا هيدي بتأثر على جولة التراخيص الموعودة أول شيء بتخلي أنه نعرف أنه في غاز يعني في غاز يعني هذا شيء إيجابي بيخلي انه الدراسات صارت في عنا دراسات إضافية بتساعدنا على نحلل باقي البلوكات وهيدا بيخلي انه ايه يتحمسوا الشركات ولكن نحن عنا مشاكل اكبر مثل ما عم قلك يعني هلا نحن فتنا بنفق غير يعني بدنا نطلع من التونيل هيدا المأساوي اللي عايشين فيه لبعدين نقدر نستفيد من قطاع النفط والغاز على لبلد المستقبل اللي بنحلم فيه. في احد المشاهدين عن حل الكهرباء بالمعامل المحلية على سبيل كهرباء زحلي هل هيدا ممكن يكون حل سريع لمشكلة الكهرباء بلبنان يمكن تخطينا شوي عن موضوع النفط بس فيك تجاوبين عن هيدا هل التخلي عن كهرباء لبنان ممكن يكون هيدا حل كهرباء لبنان مش تخلي بس انه يكون جزء من اللي بيشتغلوا مش بس فقط هو يكون خلص. هل ممكن تفرقة نوعية الغاز بين بلوك رقم 4 والبلوك 9 او المسافة القريبة نسبيا تعطي تقريبا نسبة نفس نوعية التحليل تعرفي شيء؟ لا شوف بدي أقول إنه بمجرد إنه في غاز ببلوك 4 لأنه هو كان مفروض يعني مثل ما كنا عم نفهم إنه في امتداد إذا بدك امتداد من بلوك 9 لبلوك 4 اليوم مع وجود غاز ببلوك 4 بيأكد إنه في كميات ببلوك 9 يعني الحظوظ بلوك 9 زادوا يعني اليوم بالجيولوجيا عم نحكي يعني انه ما بدي فوت ما بدي ادعي انه انا خبير جيولوجيا يعني ماني خبير جيولوجيا بس انه من اطلاعنا فبيعطي حظوظ لبلوك 9 مشان هيك انا عم بقول يعني رغم انه نظامنا مأساوي ورغم انه اليوم الشعب اللبناني عم بيعاني وكلنا معصبين ولكن في دائما امل بخلينا انه نصبر ونضلنا بارضنا وما نزيح ما نزيح وما نفل يعني كل ما نفكر نفل لا عندنا مكونات لبلد اجمل نستعمل النفط وغاز فيه ك يعني كداعم للاقتصاد ان شاء الله بدي ارجع على الزوق مع جويس عقيقي جويس كيف الحركه عندك نحن دائما كنا عم نشوفها بالصوره بعد الصوره يمكن لم تتغير صح بعدي عنه انت بعدي عنه لا مش سامعك نعم فادي خليني الصورة مجبورة أوقف قدام كاميرتي فادي مجبورة أوقف لحتى أطلع برسالة معكم ورح أرجع أحكي معه للشاب اللي بدي أقوله أنه عاد الهدوء نوعا ما إلى هنا ولكن المتظاهرون يصرون على البقاء هنا لا نعلم ما هي خططهم المستقبلية ولكن هناك عم بيصير في حكي بينهم وبين الجيش من شوي بس إذا منحافظ على مسافة ومنضل بالكمامة من شوي كنت عم بتقول له يا وطن أنا ميت ما بقى عندي شيء أخسره أنا ما عندي شيء أخسره شو عندي أخسر شغلي ولا مستقبلي ولا شو بدي أخسر ولا حياتي ما بدمرة أنا ما عندي شيء أعمله قلت لهم بدكم تضربونا ضربونا بس الله اللي خلق هالروح هو اللي بشيلها انا بدي موت واقف ولا موت راكع ولا عيش راكع كل حياتي ما بقبل بدل العسكرية تجي تهدد لي انا ماني خايف منها انا ما بقبل يجوا عملوا عنتاتر علينا ويخبطوا نسواننا ويهنونا بهالدفاع هناك بس في قرار للجيش ممنوع بس ممنوع قطع الطريق خمس سنين انا بمشي بالقانون بس انا بمشي على القانون بس امشي بجتاتهم غير القانون الطفار انا ما بلتزم انا طافر على الدولة اختي
انا طافر على الدوله، اعصابي تعبانه. كافر قصدك؟ طافر. طافر طفران يعني ضد الدوله، ضد نظامها، ضد نظامها، قرار ضد تسكير الطريق. بس ما يعملوا لي قرار. شوف المدى، خليكي حاطه الكمامه بليز. شو كنت عم تقولي له للوطن؟ ما بيعطوا قرار الوطن. عم بيقول لي انه بليز حط الكمامه لانه نحن عرب. اول شيء سيحوا اعملوا معروف، بعده الجيش من عيننا ناخذ راحتنا ونتظاهر ونعبر عن راينا. بكفي سلطه القمع اللي معيشينا اياها. ممنوع واحد يحكي بشو بيلقطوه من بعد. يعني عم ينقطع الاتصال او الارسال من الزوق لهون، يعني بعدها في صرخه، يعني بنروح وبنرجع على ذات الموضوع. وصار في القهر اضافي بعد 17 تشرين حتى اليوم. ما يعني ما بدها كثير كلام، يعني الدولار 4000 وبعده على صعود. اليوم بتقولي قد ايه الدولار؟ بقول لك وين؟ ايه عند مين؟ وكل يوم بيطلع. اليوم نحن بدنا ننوه انه في القضاء يمكن وقف 10 صرافين غير شرعيين، هيك مثل ما عم بيقولوا. ما بعرف اذا كانت القصه مضبوطه ما بعرف. ما بعرف بس انه كل مواطن عم بيصرخ اليوم معه حق 100%. يعني ما فيك تلوم حدا عم ينزل على الطريق. طب القوى السياسيه عم تفتش على اكباش محارق؟ يعني الدولار مش اكيد يلي عم يلعب بالدولار في حدا واقف وراه، يعني مش انه الصايره في غير القانوني. خليني اروح ارجع عند جويس. عم قطشي جويس، رجعنا لك. نعم، ما بعرف يعني شو المشكل بالخطوط. يمكن فادي كنا عم نحكي مع السيده، بدي اسالك، كنت عم تقولي لي تحت الهواء انه ما بقى معكم تاكل. بلشنا نحش وراح نصير عايشين بمزرعه نحن وياهم، السياسيه والشعب، فيبلشوا يحشوا مثلنا، يصيروا معزه مثلنا، لانه اذا راح يضلوا تاركيننا عايشين عايشين بهالمرحله راح يصيروا اكثر من معزه. يعني عفوا بس فادي معلي، نحن لضرات النقل المباشر بس في تعابير عم تطلع. بدي اقرب شوي، ما بعرف اذا بيقدر زميلي كريستيان، لانه في ايضا بعد مواجهات كلاميه خلينا نسميها في بين احدى المتظاهرين والمواطنين. بس خلينا نشوف هالمواطنين يمكن عندهم راي اخر. نحن لبنانيه. شو رايك مدام؟ بس عندك راي مختلف عنهم او كيف؟ ابدا نوتاتون. لكن شو اللي صار؟ سلاح حزب الله بلبنان هو السلاح الوحيد اللي مخلى الجيش يقف بوجهنا. هيدي الحقيقه، ما بقى نتخبى ولا اصبعنا. يعني خلينا نقول الكلمات لا تزال توجه لعناصر من قبل الجيش، علما انه الجيش لا يزال يقيم سلسله بشريه او سدا بشريا منيعا لحصر المتظاهرين ببقعه واحده، وعدم دفع او عدم السماح لهم بالتوجه الى وسط الاوتوستراد. فهذه هيدي كانت رسالتنا. طبعا سنبقى معكم في حال ورود اي جديد، ثم ما يقول عن احتمال تنقل المتظاهرين من نقطه الى اخرى، طبعا سنبقى معكم لنوافيكم بكل التفاصيل. يعطيك العافيه جويس، واكيد الاوتوستراد بالاتجاهين شرقا وغربا مفتوحين بمنطقه جوني. بدي اذكر كنا عم نحكي لوري عن توقيف صرافين، صدر عن المديريه العامه للامن العام بيان الاتي: متابعه لعمليات التلاعب بسعر صرف الدولار الامريكي، اوقفت المديريه العامه للامن العام اللبناني وان في خي وجين جين عين يملكان محلا للصيارفه لعدم تقييدهما بسعر صرف الدولار الأمريكي المحدد في مصرف لبنان. بعد مراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهما وضبط الدولارات الموجودة في محلهما وختمه بالشمع الأحمر وإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية. كمان في عندي توقيف 5 صرافين ببعلبك وأيضا بالنبطية. إن شاء الله نلاقي بصير في ضبط لسعر الدولار. كنا عم نحكي عن النفط عن الغاز. شوف اللي لازم نعرفه اليوم انه بلشت
بلش الجد. يعني اليوم صار عندنا معطيات زيادة، رح يصير عندنا بعد أكتر بعد شهرين، هيدول كلهم بدهم ينبنى عليهم تنستمر بهذا القطاع. هذا قطاع بطيء جدا، يعني كتير بيكون محظوظ الواحد أنه من أول حفر يطلع له أكبر بير. يعني حتى نحن دايما بنعطي مثل البير اللي اكتشف أو الحقل اللي اكتشف بمصر بال 2015-16 حقل زهر، طب اللي كان أكبر شيء 30 تسعة، ما هذا كانوا يضلوا حافرين فيه، يحفروا فيه كذا مرة وما كان يطلع شيء. لآخر شيء أني الشركة الإيطالية اللي كمان بتشتغل عنا بلبنان لقيت غير طريقة حفر وبغير مكونات وحفرت فيه وطلع لها أكبر حقل. يعني مشان هيك ما بدنا نفقد الأمل من أول مرة، لأنه هلأ بلشت رحلتنا بهذا الموضوع، واليوم نبني على اللي اكتشفناه تا نوصل لغير شيء مثل بلوك 4 أو بغير بلوكات إنه تيصير في العمل. يعني مثل ما عم بقول لك، لأن بسبب بلوك 4 قد تكون حظوظ بلوك 9 زادت بإنه وين نلاقي الغاز، فهي عملية طويلة وبدنا نصبر. إدارة التوقعات كتير أساسية، يعني ما بدنا إنه نكبر الحجر عند اللبناني ونعطيه أمال كتير كبيرة، لأنه هيدا قطاع بده صبر تا إنه نقدر يوما ما نلاقي بير انه قد يكون تجاري، كميات تجاريه فينا نستخرجها، بس ان شاء الله تكون جاهزين لوقتها. يعني ان كان بدنا نستعمل الغاز للكهرباء لازم تكون جاهزين، بنى التحتيه الكهرباء لازم تكون جاهزه، اذا بدنا نستورد او نصدر للخارج لازم كمان نكون جاهزين، بنى تحتيه وسياسات يعني الدبلوماسية النفطية لازم تضل مستمرة ما توقف لنفتح المجال للغاز تبعنا إذا طلع إنه نبعته لمحل ما لازم نبعته، وزيت الشيء للداخل لازم نكون جاهزين للاستقبال. طيب بالنسبة لتدني سعر النفط اليوم، حضرتك قلتي إنه هيدا تدني سعر النفط ما بيشجع اليوم لأن الشركات ما عم تربح كتير، إنه تيجي تفوت بجولات تراخيص جديدة، لكن هل يؤثر ذلك على الاقتصاد اللبناني في حال طلع لنا غاز؟ بيأثر السعر اليوم على الاكتشاف في مراحل أخرى؟ هلا نحن لو طلع هلا غاز بهالبلوك 4 كنا يمكن لازم نبلش نفكر شو عم بيصير بالسوق، ولكن اليوم بما أنه تأجلت عملية أنه لقينا كميات تجارية يمكن سو مأجل الموضوع. هلا نحن ما فينا نعتل كتير هم المنتجين لأنه نحن منا بلد منتج، فينا نعتل همه انه بدنا اذا بدك انه نحن نستفيد، كيف فينا هلا نستفيد من الاسعار الواطيه للنفط لانه نجيب الفيولات تبعنا نستفيد. يعني هل قد شوف قد ايه محصور تفكيرنا اليوم نحن؟ صحيح. مش قادرين بركي بنخفف شوي فاتوره الكهرباء طبعا طبعا اذا قادرين نشتري، اذا في مصاري وين بدنا نخزنهم وين بدنا نحطهم الى ما هنالك، كل هالتفاصيل يعني ما بدنا نفوت فيها، ولكن هل قد نحن هلا همنا انهيار الاسعار وانهيار القطاع النفط والغاز بالعالم؟ هيدا رح يعني هلا مرحليا عندنا مشكله، رح الاسعار رح تضل متدنيه لاخر السنه لسنه الجاي قد تكون لسنه 2022 ليكون الاقتصاد العالمي رجع الى تعافى. لانه اليوم المشكله الاساسيه بالعالم، المشكله انه اول مره بالتاريخ بيكون عندنا انخفاض يعني تراجيدي بالطلب بسبب الحجر والكورونا، عنا ارتفاع بالإنتاج وما بقى عنا أماكن تخزين. هالثلاثة ولا مرة كانوا سوا، أوقات يكون عنا مشكلة طلب ما عنا مشكلة عرض، أوقات يكون عنا مشكلة عرض ما في طلب، تخزين ما عنا مشكلة. اليوم عنا ثلاث مشاكل اللي هي بتخلي إنه في هلع بقطاع النفط والغاز. إحنا كان عنا مطرح لأن هيدي البواخر يلي قالوا إنه البواخر المزوت يعني المغشوش قالوا انه رفضت وعيدت. نحن يمكن يكون عندنا مطارح هلا بتعرف للصراحه بس ما بنعرف. انا ما بعرف شو الكميه وين، يعني شو الحجم التخزين اللي عندنا اياه الهاو ستورج يونت، ما بعرف وين، يعني ما بعرف قد ايه الزوق ويمكن الجيه قد ايه الكاباسيتي تبعهم تياخذوا اذا معبيين او مش معبيين. هلا عن جد ما بعرف يعني انه بمساله الفيول كيف عم بتصير العملية. مشان هيك ما في يقول إذا يعني عندي مشكلة أعرف إذا هلأ قادرين يفتحوا اعتمادات ويشتروا. طيب عم بسأل أنا أسئلة افتراضية، وين يحطون ما بعرف وين بيحطون. بس بدي أسأل كمان سؤال يشترون لبعدين يمكن تعرف الناس هيك بتسأل أسئلة الافتراضية الأخرى. هل يعتبر إذا طلع عندنا نحن مكمن
في مكان ما بالأربع أو بتسعون إن شاء الله، هل تعتبر كلفة استخراجه مكلفة؟ وهل هذه الكميات قد تكون منافسة بالأسعار العالمية أو شو؟ شوف، هو معروف أنه المنطقة هون عندها كل الاكتشافات بمياه عميقة اللي مسميون ديب ووتر، واستخراجه منه رخيص. يعني صعب ينافس كتير الأسواق الأوروبية اللي عندها غاز بشيها بأرخص. ولكن برجع بقول اليوم بكير علينا نفكر بكل هدول، ويمكن لوقتها نحن نلاقي غاز ونقدر نستخرجه بتكون التكنولوجيا تغيرت، واللي نحن هلا عم نسميه مكلف بالمياه العميقة يكون صار انه انه صار اقل كلفة ويقدر ينافس. فكتير مش مع يعني هلا ما فينا نحط السيناريوهات ونحكي بهذا الموضوع، بعد بكير علينا. خلينا هلا خلينا نكفي الشغل المحطوط، خطة العمل المحطوطة لقطاع النفط والغاز بالبلوك 4 وبالبلوك 9. إذا جولة التراخيص الثانية كمان فتحت وإجا عليها شركات مهتمة، إن شاء الله ناخد شركات مهتمة وتعطينا حقنا. أكثر من هيك هلأ همنا الأساسي هو إنه الهيار اللي عايشين وكيف نطلع منه. يعني هاي على المدى المنظور هونيك لازم نشتغل على انه كيف نطلع من الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية اللي نحن فيها. يعني اذا النفط والغاز عالميا عنده ثلاث مشاكل، الطلب والعرض والتخزين، نحن هون عنا سياسة اقتصاد اجتماعي اليوم ثلاثتهم مدهورين. ف بدنا نبني بلد قبل ما نجيب له الغاز. يعني بطلت محمسة مثل ما كنا. أنا دايما محمسة، أنا دايما محمسة، بس بحماسة، بس إن شاء الله هيك الحساسية السياسية بين القوى. الحماس ضروري لأنه المواطن ما بيتحمل دبرسة. الحماس ضروري، حماسة عقلاني إنه عندنا مشكل ما فينا نقول إنه يجي جنة عايشين فيها ولله بس كنا ناقصنا النفط والغاز تننقذ الوضع. مش مزبوط، مش المنقذ الغاز واللي بده يطلع، بس كان شوي بارقة أمل يعني. بس برجع بقول مثل ما بلشت، حدث تاريخي مهم عاشوا لبنان، وخبرية انه بلا طلع عنا شوية غاز من هون ومن هون، هيدا خضر كتير حلو لازم انه نكون مبسوطين فيه ان شاء الله. بعد عندي ثلاثة دقايق بدي رح كفي بهيدا الاطار، وبدي ارجع اذكر بالكلام يلي حكي معالي الوزير عن عن الامال اللاحقة في موضوع النفط. يعني خلينا نعطي شوية هيك قيمة للثورة يلي نحن كنا عم بدي كفي بالإطار يلي حضرتك كنت عم تحكي فيه، ما ندخل الحساسيات السياسية بين بعض يلي أخرتنا. يمكن هيدا بلش الحكي بال 2010 أو 2011 2007 2007 ليك من وين نحن اليوم بال 2020 1993 أول مرة الرئيس رفيق الحريري طلب وقتها من وزير رزق انه يبلش. نعم. بالمحاولات الاولى صار في محاوله اولى ب 93 بسبب الوجود السوري توقفت العمليه، رجعنا قلعنا بال 2000 وشوي لوصلنا لل 2007 حطينا ورقه السياسات، واليوم 2020 بسبب السياسه مأخرين. ان شاء الله ما نتاخر بعد اكثر. انا بدي اشكرك لوري هيطيام مديره معهد حوكمه الموارد الطبيعيه في الشرق الاوسط وافريقيا، اهلا وسهلا فيكي. مشاهدينا انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، الى اللقاء.